نحن قبل اسبوعين حكيت انه الرب وضع على قلبي انه نتامل بفتره الصوم الاربعيني بسفر يونان وبشخصيه يونان. فعنوان الموعظه اليوم هو عالم يونان وعالم اليوم. نحن قبل ما ندرس اي شيء في الكتاب المقدس اي شخصيه او او اي حادثه بنطرح نسال ثلاث اسئله مين مين عمل الحادثه وين وقعت الحادثه وشو صار بالحادثه وبهالموعظه رح نحكي عن عالم يونان ونينوى مين هو هذا يونان واين هي نينوى وشو بتمثل نينوى في عالم اليوم او في هديك العالم وشو الى ربط في عالمنا اليوم يونان بحسب سفر الملوك الثاني الاصحاح 14 العدد 23 ل 27 هذا كان يخدم كنبي سنة حوالي 750 قبل الميلاد في عهد مثل ما بيحكي لنا سفر الملوك الثاني في عهد يربعام بن يوآش الذي كان ملكا على مملكة الشمال نحن بنعرف انه بعد سليمان بعد ما بعد ما اجى سليمان وأخطأ هذا سليمان صحيح نحن نقول سليمان الحكيم لكن أخطأ هذا سليمان في حق الرب فبعد سليمان جاء ابنه على عهد ابنه انقسمت المملكة لقسمين صار في مملكة شمالية ومملكة جنوبية فيونان كان عم يخدم بمملكة الشمال وكان على هالمملكة نبي أو ملك اسمه يربعام بن يوآش وايضا بيذكرنا بنفس الهاي بانه كان في ايضا ملك ثاني اسمه يربعان بس هذا يربعان بالنبات عم بيقول لنا سفر الملوك الثاني بانه اثنين هدول هدول الملوك اثنين صنعوا الشر في عين الرب واستغووا الاسرائيليين ليخطئوا امام الرب كانوا ملوك شريرين ما كانوا ملوك بيحبوا الرب ونقرا الحادثه لاحظ كيف عم عم ملوك الثاني شخصية يونان. في السنة الخامسة عشرة من حكم أمصية بن يوآش ملك يهوذا تولى يربعام بن يوآش عرش إسرائيل في السامرة 41 سنة. وارتكب الشر في عين الرب ولم يعدل عن أي من خطايا يربعام بن نباط. اللي شو عمل؟ استغوى بها الإسرائيليين فأخطأوا. وهو الذي استرجع لإسرائيل أراضيها الممتدة من حماة إلى البحر الميت تحقيقا لكلام الرب الذي نطق به على لسان عبده يونان بن أمتاي النبي فإذا هذا يونان كان عم يتنبأ وتنبأ بأنه هالمملكة رح تمتد مملكة الشمال رح تمتد على الرغم من أنه الملك أخطأ في عين الرب ليش؟ لاحظ العبارة إذ لم يكن الرب قد قضى بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء أنقذهم على يد يربعان بن يؤاش ليش؟ لأن الرب رأى ما يعانيه الإسرائيليون من عبيد وأحرار من ضيق أليم مرير إذا بهالزمن بهالوقت ظهر يونان النبي وتنبأ أيضا بنبوءات كثيرة السؤال الثاني هو نينوى وين هاي نينوى ومثل ما بيحكي لنا سفر اليونان الاصحاح الاول العدد الاول وبعدين الاصحاح الرابع والعدد 11 شو بيقول؟ المدينه العظيمه يونان اه نينوى المدينه العظيمه نينوى بهديك الزمن كانت عاصمه الامبراطوريه الاشوريه كانت تقع على الضفه الشرقيه لنهر دجله، شرق نهر دجله اللي معظم كان جيت من هذيك المناطق جنوب شرق مدينة الموصل كانت هالمدينة عظيمة جدا بحيث أنه الشخص كان يحتاج ثلاثة أيام مشي حتى يقطع المدينة كلها وكان تعداد سكانها كبير جدا جدا حتى أنه بالإصحاح الرابع يقول أنه كان في مئة ألف طفل يقول يوجد مئة ألف لا يعرفون يمينهم من شمالهم يعني تصوير على أنه الأطفال 120 طفل في مدينة معناتها مدينة كبيرة هي الأسوار بيحكي لنا التاريخ بأنه هالمدينة كان فيها أسوار كبيرة جدا ارتفاع السور كان يبلغ 100 قدم 100 قدم ارتفاع السور عرضه كان يتسع لثلاث عربات أحصنة تمشي بشكل متوازي يعني السيارات هلا إذا أنت عندك سيارة حط ثلاث سيارات بجنب بعض كان ثلاث سيارات تمشي بكل رياحة يعني لما انت تيجي على 35 يمكن 2 لين هو 3 لين 3 لينز يمشي بهذيك السور حتى انه التاريخ يقول لنا على السور بس كان في حتى حقول بترعى فيها الاغنام والابقار وكان اذا كانت مدينه عظيمه جدا جدا بهالمدينه كان في ايضا معبد للالهه عشتار هالاسماء كلها لهلا عم موجوده نحن في قناة عشتار. عشتار هي هاي الهة الحب، الهة الحب والهة النار كانت. دمرت المدينة بالكامل بعد ان غزاها البابليون والميديون سنة 612 قبل الميلاد. غير انها عمرت مجددا واستمرت حتى انشاء مدينة الموصل. على الجهة الغربية من نهر دجلة فانتقل اهلها تدريجيا حتى هجرها بشكل كامل ولا تزال أطلالها ماثلة شرقي الموصل وكل كان من هذيك المنطقة وبتعرفون سهل نينوى وهلا في يمكن صراع أنه وب... يعملوها محافظة لحالة وإلى آخره من هالأشياء لكن هالمدينة العظيمة مدينة نينوى بالأدب النبوي بالأدب العهد القديم كانت تمثل الشر والقتل وسفك الدماء وكانت أيضا تمثل غضب الله على شعب إسرائيل هذا الشيء هذا التصوير بنقره بسفر نحمية نحمية الأصحاح الثالث من عدد واحد لأربعة اسمع معي ماذا أو اقرأ معي ماذا يقول نحمية اللي هو النبي أيضا عن نينوى ويل للمدينة السافكة الدماء المكتظة بالغنائم المنهوبة التي لا تخلو أبدا من الضحايا ها فرقعة الصياط وقعقعة العجلات وجلبت حوافر الخيول وصلصلة المركبات فرسان واثبة سيوف لامعة رماح بارقة كثرة قتلى وأكوام جثث لا نهاية لها بها يتعثرون يعني مثل من كثر ما في ميتين بالمدينة ما عم تقدر تمشي في المدينة كل هذا من أجل كثرة زنا نينوى الفاتنة الآسرة ومن أجل سحرها القاتل لقد استعبدت الشعوب بعهرها والأمم بشعوذتها بعدين هون قضاء الرب عليها ها أنا أقاومك يقول الرب القدير فأكشف عارك لأطلع الأمم على عورتك والأمم على خزيك وألوثك بالأوساخ وأحقرك وأجعلك عبرة لاحظ الكلمات القاسية اللي وحي الإلهي عم بيقولها على هالمدينة وكل من يراك يعرض عنك قائلا قد خربت نينوى فمن ينوح عليها أين أجد لها معزين صورة كثير بشعة عن هالمدينة صورة قتل صورة دمار صور كثير مزعجة أيها الأحباء نحن لو نظرنا إلى هذا التصوير عم نشوف أنه يونان وشعب نينوى عاش في عالم مليء بالحروب فنحن لو طبقنا هذه التصاوير على عالمنا وعلى ما يحصل في منطقتنا فسنرى أن شيئا لم يتغير منطقتنا اللي هو منطقة نينوى يعني، منطقة البلاد ما بين النهرين. سفك دماء، كذب، غنائم منهوبة، قعقعة الدبابات والصواريخ، طبعا هو عم يحكيها بلغة العهد القديم، ما كان في لسه ما كان اخترعوا القنبلة، وما كان اخترعوا الرشاش، وما كان اخترعوا الملاتوف، وما ما كان اخترعوا هالاشياء كلها، عم بتصوير العهد القديم. السيوف والفرسان وال... واليوم نحن نفس الشيء عم نشوف انه اذا اذا نحن حكيناها بكلماتنا اليوم عم نشوف قعقعه الدبابات والصواريخ والقناصات والناس عم تموت يعني ببي بي بي سي الاسبوع الماضي بس حكوا في منطقه نينوى بس بهذيك المنطقه بشهر شباط فقط تجاوز عدد القتلى 700 واحد هاي بس يعني الشيء عم تخبرنا عنه الاخبار ما عدا الجرحى ما عدا السيارات المفخخه ما عدا البيوت اللي انهدمت كل هذا عم نشوف انه اكوام اكوام من الناس واذا نزلت شوي كمان على منطقه سوريا حدث بلا حرج ما بقى نعرف قديش ما عدد الموتى في خلال هالثلاث سنوات 130 150 100 ما حدا يعرف قديش في قتل منطقة الشرق الأوسط كلها تتحول إلى شعوب تتقاتل مع بعضها البعض كثرة قتلى وأكوام جثث لا نهاية لها أليس هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن في منطقتنا؟ منطقة نينوى التي ظهر فيها يونان والتي بشر فيها يونان إلى أهل نينوى. الصورة الأولى اللي عم تصورنا الملك يربعان بن يوآش وهو يصنع الشر في عين الرب. نحن لو نظرنا إلى العالم نظرنا إلى الشرق فسنرى أن الملوك والشعوب تصنع الشر أمام الرب. تقتل وتزني وتسرق وتنهب الآخرين وتستعمل الدين كسلعة لها فمنطقة الشرق الأوسط العربية تحولت بأغلبيتها إلى صراع ديني طائفي أكثر مما هو صراع سياسي والكل يقتل باسم الدين وهيك عم بيصير نحن في عالمنا هاي العبارة صورها الكتاب المقدس قال آه آه يربعام آه نسيت الاسم كمان مرة يؤاش أو يربعان بن يربعان آش يقول صنع الشر في عين الرب صنع الشر في عين الرب إذا جينا نحن على الغرب هون على أمريكا وعلى أوروبا فسنرى نفس الشيء يحدث الثقافة والمجتمع يصنع الشر في عين الرب فاليوم الرسالة المسيحية وصوت الإنجيل مضطهد في الشرق والغرب في الشرق من خلال الارهاب وتدمير الكنائس واضطهاد المسيحيين. اما في الغرب فالانجيل مضطهد بسبب النظريات العلمانيه والليبراليه التي تغزو عالمنا الغربي ان كان هنا في امريكا او في اوروبا. هون بامريكا لما انت تقول انك مسيحي وبانك تحيا حياه كلمه الانجيل ولا تساوم عليها فانت تتهم بانك انسان متطرف وأنت تدين الآخرين أعطيكم بعض الأمثلة بالسنة الماضية الشركة الكبيرة شركة تشيك فلي اللي هي الشركة الشركة المشهورة هون بتكساس بيعملون وجبات سريعة بيعملون جاج هاي مالكها واحد مسيحي هو لذلك تشوف إحدى الشركات الوحيدة اللي بتسكر يوم الأحد هي تشيك فلي فمالكة السنة الماضية حكى قال انا مع الزواج الذي وضعه الله يعني مؤسسه الزواج رجل وامراه انا لست مع زواج المثالي الجنس الجي والليزبيان ما راح ضرب جي ليزبيان ولا قتل واحد ولا ذبح حدا ولا سمم حدا مجرد قال انا اؤمن بما شرعه الله في الكتاب المقدس الزواج هو رجل وامراه قامت الدنيا كلها وقعدت على هذا الرجل، شلون قال انه انا لا اعترف بزواج المثاليين وكان العالم بلشت تضطهد الشركه وصار مشاكل كثير عليه مجرد انه قال انه انا اؤمن بان الله خلق مؤسسه الزواج وانا لست مع زواج المثاليين. نفس الشيء بشركه هوبي لوبي، شركه هوبي لوبي هي شركه مسيحيه كمان كمان قبل كم سنه رفضت تعطي يعني ما بعرف الدقائق يعني الامور الدقيقه ولكن كمان اخذ موقف يعني اعلن انه انا لا اؤمن بموضوع الزواج المثاليين واتوقع انه ما اعطاهم تامين صحي للناس كمان قامت الدنيا وما قادت عليه وكان راح تفلس الشركه لكن قال ليكن اسم الرب ممجدا لن اساوم على كلمه الله حتى اذا فقدت شغلي كله وبالفعل باركوا الرب والشركه عم تستمر، اعطيك عم بعطيك الامثله يعني انه ثقافه عم تصنع الشر امام الرب. ثقافه مو بس عم تصنع عم تشرع الشر. عم تشرعه. واذا انت رفضت هذا التشريع معناتها انت انسان متطرف وقد تفقد عملك. هذا الشر مو بس بالمجتمع دخل في الكنائس ايضا. اليوم اكثر من طائفه عم تقبل الانسان الشاذ جنسيا وعم ترسمه كاهن مو بس عم تقبله عم ترسمه كاهن وعم تخليه يقود الرعايا في كثير هلا من الطوائف اللي بدات بالقرون الوسطى كطوائف اصلاحيه ولا تساوم على كلمه الله وقفت ضد فساد الكنيسه باوروبا بالقرن السادس عشر اليوم عم نشوفها عم تصنع الشر في عين الرب وعم تقبل واحد يقول لك انا جاي انا عم تقول له ما في مشكلة روح تجوز واحد تاني وتعال ادخل على السميناري، وصير قس وقود كنيسة شر تشريع شر أمام الله كنيسة مجتمع يصنع الشر ويشرع الشر وإذا قلت له أنه أنت غلط أنت تتعرض لمشاكل كثير إذا الشيء اللي عم بقوله ان عالم يونان لذلك سمينا الموعظه عالم يونان وعالمنا عالم يونان الذي عاش فيه ليس غريبا عن عالمنا كل ما تغير هو الادوات والوسائل ولغه التعبير تغيرت لكن ايها الاخوه قلب الانسان قلب الانسان بقي قلب شرير قلب الانسان بقي قلب يستغوى يقول صنعوا الشر ومو بس صنعوا الشر استغووا بني اسرائيل، اسرائيل يعني كنيسه العهد القديم. ونرى اليوم ايضا الكثير من المؤمنين الكنيسه الكثير من الكنائس تستغوى لتصنع الشر في عين الرب. لكن ضمن هذا الشر والخطيئه اللي تملا عالمنا اليوم واللي عم تغوينا بشكل يومي لكي نشترك فيها الله يدعوني ويدعوك إلى مهمة عظيمة مثل المهمة اللي دعا فيها يونان الله يدعوني أن أذهب وأبشر لاحظ كيف يبدأ السفر وأمر الرب يونان بأمتي ولاحظ أنا وضعتها بالأحمر هيا امضي يعني روح اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وبلغ أهلها قضائي لأن اسمهم قد صعد إلي فعلين هون عم فعلين الرب عم يأمر الربع الرب عم آه يونان لا آه الربع عم يونان اذهب هيا امضي اذهب وبلغ اذهب وبلغ على الرغم من التصوير البشع اللي شفتنه لاهل نينوى على الرغم من المخاوف. يعني من حقه انه يخاف انه ما يروح يبشر. مدينه صفا كلها عم عم العالم كلها عم تتقتل. ما عندي استعداد روحه ابشر انا راح اخسر حياتي. اذهب لكن عم بيقول له على الرغم من هذا الشيء كله في شر وفي خطر على حياتك وفي كل شيء لكن اذهب وبشر. هذه نفس العباره التي قالها السيد المسيح لنا نحن المؤمنين قبل ان يصعد الى السماء. يسوع قال: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يعملوا بكل ما اوصيتكم به وها انا معكم الى انقضاء الدهر. عبارتين هيا امضي وبلغ، اذهبوا وبشروا. نفس التعبير. نفس الـ نفس الـ بس هيك عم بشوف الاناجيل الاربعه كيف عم تقدم لنا هي هاي مرقص 16 15 ل 20 اذهبوا الى العالم اجمع وبشروا اذهب وبشر الخليقه كلها بالانجيل من امن وتعمد خلص ومن لم يؤمن فسوف يدان وبعدين عم يعطينا وعد واولئك الذين امنوا تلازمهم هذه الايات باسمي يطردون الشياطين يتكلمون لغات جديده يقبضون على الحيات إن شربوا شرابا قاتلا لا يتأذون البتة يضعون أيديهم على المرضى فيتعافون ثم إن الرب بعدما كلمهم هذا رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله وأما هم فانطلقوا يبشرون في كل مكان والرب يعمل معهم ويؤيدهم ويؤيد الكلمة بالآيات الملازمة لها لوقا 24 هكذا قد كتب وهكذا كان لابد أن يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم انطلاقا من أورشليم وبعدين شو عم بيقول أنتم شهود لي اذهب وبشر نفس الفعلين نفس الفعلين عم تتكرر إذا الدعوة التي قدمها الله ليونان هي مقدمة لنا جميعا على الرغم من الشر الذي يملا العالم نحن لو جينا على انجيل يوحنا وما عندنا الوقت لنقرا كل شيء في انجيل يوحنا لانه في ثلاث اصحاحات كامله عن موضوع سيد المسيح الذي يرسل تلاميذه الى العالم يقول اذا نحن قرينا واتمنى بهذا فتره الصوم مو بس نصوم عن اللحم والبيض والحليب نتغذى بالكلمه كمان اتمنى انه هالفتره نتامل معنا نحن بهالاصحاحات الثلاثه روح اقرا يوحنا 14 يوحنا 15 يوحنا 16 وشوف الرب شو عم بيقول لتلاميذه ولا قلنا نحن الكنيسه يعني بكلمات مختصره عم بيقولن انتم ستذهبون الى العالم سيكون لكم ضيق في العالم سيقتلونكم ويذبحونكم ومن يذبحكم يؤمن بأنه يقدم خدمة إلى الله إلى آخره من الثلاث تصحات. ولكن عم بيقول ثقوا إني قد غلبت العالم سأرسل لكم المعزي الذي يعزيكم ويرشدكم إلى كل شيء إذا كل هالثلاث أصحاحات عم تقول لنا اذهب وبشر رح يصير عندك مشاكل رح يصير عندك ضيقات الناس رح تضطهدك وهذا عم نشوفه في العالم كله لكن ثق إني قد غلبت العالم يعني نحن لو اسقطنا العدد الاول من 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 يونان راح نشوف الايه عم تتقدم لنا بشكل التالي وامر الرب كل المؤمنين شيل اسم يونان حط اسمك انت هونيك كل المؤمنين والمعتمدين على اسمه قائلا هيا امضوا الى العالم الى المدن العظيمه وبلغوا اهلها قضائي لان اثمهم قد صعد الي من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. وهذا هو الأح ايها الاحباء الدرس الاول اللي عم نتعلمه من قصه يونان. الله يرسلني ويرسلك الى عالم يصنع الشر في عينيه. لكن الله يعطينا ايضا وعدا بانه على الرغم من الضيقات الموجوده في العالم فانه سيكون معنا وسيمدد ملكوتنا. الله اليوم يبقى أمينا لكلمته ولوعوده في الإنجيل لأن أمانة الرب ليست مبنية على أمانتي أنا فنحن خطاة وقلوبنا تستغويها الخطيئة في كل يوم ومهما قدمنا من أعمال صالحة فلا نستطيع أن نصل إلى أمانة الرب لذلك نحن نبقى متمسكين بالوعد الذي أعطاه الله لنا في إنجيله اذهبوا وبشروا جميع الأمم وأنتم شهود لي وسأنا سأكون معكم إلى انقضاء الدهر تيجي تقول لي أبونا يعني أنا لازم أنا أترك مرتي ولادي وروح أبشر في العالم في أفريقيا أو لازم أترك العالم وروح أترهبا لا لا الموضوع مو هيك كل إنسان بسر المعمودية وبالإيمان الذي أعطي له مطلوب منه ان يبشر اين تبشر نحن لو ننظر لحياتنا في, ال... في 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 واقعنا اليومي انت عم تتعامل مع ناس من خلال ثلاث محيطات مكان العمل مكان شغلك النقطه الثانيه هي الحي اللي انت عايش فيه اللي هو اللي بالانجليزي نسميه نيبرهود يور نيبرهود الحي اللي انت عايش فيه وايضا في اماكن التسليه المول البارك الاميوزمنت الانترتينمنت في هالاماكن في هالثلاث اماكن عم تلتقي مع عشرات ومئات الناس في حياتك هالناس كلها ايها الاحباء عندها مشاكل عندها تحديات عندها احزان عندها افراح وعندها ايضا حاجات لكن كل هالناس مهما اختلفت انواعها واشكالها بحاجه لشيء واحد هي هي بحاجه للمسيح. وانت يا من تعمدت على اسم المسيح ويا من قبلت المسيح كرب ومخلص يا من صرت ابنا للمسيح دورك هي ان تشهد للمسيح في محيطك انت الذي الذي تعيش فيه. في ناس صح الرب يدعوها بأن تروح وتبشر في غير اماكن تترك اهلها وناسا وتروح تبشر تتكرس تكرس تام للعمل والخدمه الرعويه في هاي دعوه خاصه، هاي تميزها انت من خلال عمل الروح القدس في حياتك، لكن هناك دعوه عامه ايضا لكل مؤمن معمد لكل مؤمن مسيحي ان ايضا يشهد للمسيح مو بس الابونا ومو بس المطران، مو بس القس ومو بس الراعي والشماس. كل شخص منا مطلوب منه ان يذهب ويبلغ اذهبوا وبلغوا وبشروا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين هذا ما نتمناه لأن جميعا الأسبوع القادم أو الأسابيع القادمة راح نكمل نحن بحديثنا عن يونان وسنرى نتائج الهروب شفنا أن يونان هرب من الرب هرب من الدعوة اللي عطاله هي الرب سنرى نتائج الهروب من الرب ونتائج الطاعة إلى أوامر الرب سنتعلم هذا في الأسابيع القادمة